خلونا نتابع كمان تقرير تاني عن الندوة التثقيفية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف اللي حضرها عدد كبير من الأئمة ومن الدعاة. بنتكلم عن العلاقات التاريخية اللي بتجمع البلدين ما بين مصر وليبيا. التفاصيل في التقرير اللي جاي ومنه الفاصل، وبعد الفاصل فقرتنا الأولى النهاردة عن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريم. بهدف بيان العلاقات بين مصر وليبيا، عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ندوة تثقيفية حول العلاقات التاريخية بين الدولتين، واللي حاضر فيها الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام وعدد من قيادات الأزهر الشريف والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبحضور 35 إمام وداعية من أبناء ليبيا. النهاردة كان الحديث مع الإخوة الليبيين لأن بيننا وبين ليبيا علاقات استثنائية، ليبيا هي الجار، وقلت لهم يمكن بوضوح إن المنطقة من غرب النيل حتى سرت ده العمق الاستراتيجي للبلدين، وأي مساس بهذه المنطقة بيمس أمن الدولتين في نفس الوقت. مثل هذه اللقاءات بتوحد الرؤى والأفكار، فكرة استنهاض الدولة الوطنية، الدولة الوطنية بهويتها الوطنية، بالعلم، بالنشيد، بعشق الأرض، بالدفاع، إن أنمي في عقيدة الشباب والناشئ إنهم يحبوا بلدهم إزاي. كل ده محتاجينه الإخوة الدعاء الليبيين للقيام بدورهم في توعية الشباب الليبي ومواجهة الأفكار المتطرفة اللي بدأت تنتشر في الوسط الليبي من خلال الميليشيات والتنظيمات المتطرفة الموجودة هناك. اللقاء تضمن مناقشة عدد من القضايا المهمة للشعب الليبي في المرحلة الراهنة، منها مخاطر حدوث الاقتتال الداخلي بين أبناء الوطن الواحد وأضراره على أوطانهم، والطرق والأساليب المطلوبة لحل النزاع بين المقاتلين حال خلافهم واقتتالهم. هذا الدور الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وهذا الحدث اليوم يأتي ضمن سلسلة طويلة منذ 3 سنوات مع ليبيا الشقيقة من جهة المنظمة العالمية خريج الأزهر، حيث تستقدم المنظمة منذ أكثر من 3 سنوات وفودا من دعاة ليبيا وأمة ليبيا، إسهاما منا في أن يكون الفكر الرشيد إعادة للوضع الذي كان قبل ذلك في ليبيا. المشاركين في المحاضرة التثقيفية أكدوا على أن التفاوض بين الأشقاء هو السبيل الوحيد لحل النزاع، خاصة وأن التقاتل بين أبناء الوطن الواحد لا يستفيد منه أحد سوى أعداء الوطن اللي بيحاولوا تأجيج الصراعات من أجل الاستفادة منها. عمرو عبد الحميد، الحال يوم.